أتفهم الكثير من التساؤلات المطروحة على الساحة السياسية اليوم بخصوص الاستحقاق الانتخابي المقبل، والتي تصفه هذه التساؤلات بالعملية المغلقة. لذلك فإن أحسن جواب من قبلنا جميعا هو التصميم المعاكس على فتح العملية الانتخابية بفضل تجندنا وتموقعنا على الساحة في كل مكان. لقد سجلنا تصريحات السيد الوزير الأول فيما يخص الرئاسيات، حيث قال: إنني مستعد لتلبية مطالب المشاركين المرشحين للانتخابات فيما يخص نزاهتها ومصداقيتها. فهذا هو الموقف. كان مفروض أن على وزير الداخلية أن يكون أول يوم وقعت فيه المشاكل يكون موجود، ينتقل ويقيم في الولاية حتى يؤكد مدى اهتمام الحكومة بما يجري في هذه المنطقة الحساسة. ولهذا نرجع لك الجزء الثاني من المشاكل اللي موجودة في غردايا، أن فيه ناس حابه تستغل الخلافات المذهبية الموجودة بين الإباضيين والمالكيين من أجل يعني تحويل المطالب الاجتماعية الحقيقية إلى مطالب طائفية عرقية، وهذا خطأ، وهذا يمس بالوحدة الوطنية، وهذا لازم نتصدى له بكل قوة. ومسؤولية الحكومة في هذا الميدان مسؤولية أولى ومسؤولية عقلاء. التاريخي المشهود الذي نلتقي فيه على أرض تونس الخضراء، أرض الأمجاد والمآثر، وفي أحضان شعبه الكريم والمضياف، أن أنقل إليكم جميعا تحية فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتمنيته لتونس النجاح والتفوق. قتيل رابع في الأحداث التي تشهدها مدينة غردايا في جنوب الجزائر. وتزامنت حادثة القتل مع زيارة وزير الداخلية طيب العيز وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني. وقد سقط القتيل الرابع طعنا في اعتداء مجموعة عليه في حي بابا والجمة. وتوعد وزير الداخلية بالصرامة في تطبيق القانون ضد كل معتد على حرمات المنازل والأشخاص، إلى جانب إقرار تدابير وإجراءات استثنائية أخرى للحوار مع سكان المدينة. كما أمر بمضاعفة قوات الأمن والدرك الوطني في مدينة غردايا وبإنشاء مركز أمني يجمع السلكين الأمنيين للعمل على إعادة الأمن إلى المدينة التي تشهد شهر ونصف. وسكان حي 104 مسكن ببلدية حام أبو زيان بقسنطينة يتخبطون في مشكل اختلاط مياه الشرب بقنوات الصرف الصحي، الأمر الذي بات يهدد صحتهم ويشكل خطرا على حياتهم. وكلكم تعرفوا باللي هذا لاميون سيمو راه ضر بالصحه، وهذه الشبكه راهي مهترئه وقديمه يعني منذ سنه 1985. الماء شهرين ما كانش، يجيب البوكله يحفر هنا يحفر هنا يحفر هنا، ما كاين والو، بصح كي ما تسلكش يجيب